بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الفرقة الأولى قسم اللغة الإنجليزية. معاكم دكتور محمد عثمان. إن شاء الله أنا هبدأ معاكم الجزء الثاني من مادة المايكرو إيكونومكس إن شاء الله. والنهاردة المفروض المحاضرة الأولى اللي هي في الجزء الثاني أو ليكشر 7 وفقا للترتيب، واللي احنا هنتكلم فيها اول عنوان بتاعها ان شاء الله هو عبارة عن الاستيستي، او هنتكلم النهاردة عن المرونة. يمكن موضوع الاستيستي المرونة هياخد مننا حوالي محاضرتين الاسبوع ده او الثلاث ده، وان شاء الله السبت القادم بإذن الله. مع دكتور أحمد سعيد اشتغلته طبعا في أجزاء كتير جدا، وخدته السبلاي كيرف وخدته الديماند كيرف، وخدته ازاي بيتم تحديد الايكوليبريم بوينت اللي هي نقطة التوازن في الماركت السوق، وازاي تأثير الشيفت بيأثر على الايكوليبريم، وده طبعا بيأثر على البرايس وبيأثر في نفس الوقت على الكوانتيتي. وشفتوا أكيد كذا حالة من الحالات دي. النهاردة إحنا هنتكلم عن حاجة اسمها الإلاستيستي، أو الإلاستيستي اللي هي المرونة. إحنا هنتكلم النهاردة والمحاضرة الجاية على كذا نوع من أنواع المرونة، وهنفهم يعني إيه أصلا المرونة. يعني النهاردة هنبدأ بأول نوع من أنواع المرونات، وهو الـ Price Elasticity of Demand، أو مرونة الطلب السعرية. إحنا هناخده بالنسبة للـ Demand الجانب الطلب، هناخده كذا نوع من المرونات. في حاجة اسمها الـ Price Elasticity of Demand، في حاجة اسمها الـ Income Elasticity of Demand، في حاجة اسمها الـ Cross Elasticity of Demand. فمرونة الطلب السعرية، ومرونة الطلب الداخلية، ومرونة الطلب التقاطعية، وهكذا. يعني احنا هناخده أكتر من نوع، بس أنا عايز أعرف النهاردة هنركز على إيه هو المقصود، أو إيه هي معنى أصلاً الـ Price Elasticity of Demand اللي هي مرونة الطلب السعرية. عشان نعرف مرونة الطلب السعرية ونفهم الـ Definition بتاعنا اللي موجود قدام حضرتك في السلايد اللي موجود قدامك بأكتر من معنى أنا كاتبه، اولا لازم نتذكر مع بعض ان بالنسبه للديماند كيرف، احنا الديماند كيرف او منحنى الطلب هو منحنى بيعكس نيجاتيف ريليشن شيب بتوين برايس اند كوانتيتي ديماندد اوف جود اكس. يعني ان المنحنى الطلب هو بيعكس علاقه عكسيه تربط ما بين السعر وما بين الكميه المطلوبه من سلعه اكس او من سلعه معينه. وطبعا شفنا قبل كده ازاي بستنتج الديماند كيرف من خلال البرايس، ومن خلال او من خلال ان انا بناخد عده مستويات من البرايس وبيقابلها عده مستويات من الكوانتيتي ديماندد، ولقينا ان في نيجاتيف ريليشن شيب ما بينهم. عشان كده بنلاقي ان الديماند كيرف هو عباره عن داون وورد سلوبنج، او منحنى الميل بتاعه بيكون لأسفل، لأنه بيعكس على طول علاقة عكسية ما بين السعر السلعة وما بين الكمية المطلوبة منها. المهم إن أنا لو عايز أعرف يعني مرونة الطلب السعرية، مرونة الطلب السعرية زي ما واضح كده في الديفينيشنز الأولاني، في الديفينيشن الأولاني إيه معناها؟ it measures the ratio of the percentage change in quantity demand to the percentage change in the price. يعني معناها هي بتقيس نسبة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير نسبة التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة التغير في سعر هذه السلعة. يعني بمعنى أصح إن سعر السلعة هو متغير مستقل، أما الـ quantity demanded أو الكمية المطلوبة منها هي متغير تابع، بحيث إن إحنا عايزين نقول إن لما السعر بيتغير بتبدأ إن الكمية الـ quantity demanded إن هي يحصل فيها إيه؟ بتغير. فلما انا بشوف نسبه التغير ما بين يا ترى لما السعر لما البرايس هيتغير بنسبه مثلا 10%، يا ترى الكوانتيتي ديماند هتتغير بنسبه قد ايه؟
فدي حاجه بنقول عليها البرايس الاستيستي اوف ديماند، اللي هي مرونه الطلب الايه السعريه. هي بتقيس التغير اللي هيحصل، نسبه التغير في الكميه المطلوبه نتيجه للتغير اللي بيحصل فين في السعر. او ممكن نقولها بصيغه تانية، it measures the degree to which the quantity demanded responds to change in the price level of the thing being equal. يعني برضه هي بتقيس درجه التغير في الكميه المطلوبه، استجابة التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير اللي بيحصل في مستوى الأسعار. طبعا احنا نقدر نعرف ونقدر نحسب الـ price elasticity of demand، نقدر نحسبها ازاي؟ يمكن هتبان اكتر من خلال استخدام الـ equations او من خلال استخدام الارقام. انا عندي 3 equations ممكن من خلالها اقدر ان انا احسب الـ price elasticity of demand. عندي كذا طريقة أقدر أحسب من خلالها. We have three equations to measure price elasticity of demand. أول ما نربط لها بالرمز E. يعني واضح كده من عندي من number one إن أنا لو عايز أجيب الـ price elasticity of demand ممكن إن أنا اجيبها من خلال استخدام ايكويشن معين اهو، عن طريق ان انا بقسم ايه على ايه، percentage change in quantity demanded of x divided percentage change in price x. يعني بقسم نسبة التغير في الكمية المطلوبة، نسبة التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة، على نسبة التغير من سعر السلعة، نسبة التغير في سعر السلعة. يعني لما اجي ابص كده، واحنا طبعا عارفين ان العلاقه ما بين الكوانتيتي ديماند وما بين البرايس هي علاقه ما لها نيجاتيف ريليشن شيب، علاقه عكسيه. عشان كده نتيجه ان في علاقه ما لها عكسيه ما بينهم وبين بعض، يعني معناها ان البرايس لو زاد الكوانتيتي ديماند هتقل، لو البرايس قل يبقى الكوانتيتي ديماند مالها هتزيد. وبالتالي نتيجه لان في نيجاتيف ريليشن شيب بين البرايس وما بين الكوانتيتي ديماند، هلاقي ان البرايس الاستيستي اوف ديماند على طول ملحوظه مهمه جدا، الاشاره بتاعتها او الساين بتاعتها هي اشاره ماينس، هتلاقيها ان هي بالماينس او بالايه بالسالب. يعني هتلاقيها على طول لما نيجي نحسبها هتلاقيها بالسالب، واحنا هنا السالب مش ملهاش تفسير غير حاجة واحدة، أو ملهاش ما بتأثرش في القيمة أصلا بتاعت الـ price elasticity of demand. هي بس السالب أو الساين دي هي عبارة عن إشارة إلى وجود negative relationship between الـ price وما بين الـ quantity demand. المهم إن أنت إزاي بتحسب مرونة الطلب السعرية، من خلال إن أنا بجيب خارج قسمه نسبة التغير في الكمية المطلوبة divided على نسبة التغير في سعر السلعة. تعال نشوف كده المثال ده. if the price rise by 10% and the quantity demanded fall by 20%. calculate price elasticity of demand. بيقول لك لو السعر زاد 10% والكمية المطلوبة قلت 20%، احسب لنا الـ price elasticity of demand. الـ price elasticity of demand هي عبارة عن percentage change in quantity demanded divided percentage change in price of x. طيب يبقى انا بجيب التغير في الكميه المطلوبه، هبص الاقي هنا فين التغير، ادي الكوانتيتي ديماندد قلت بكام؟ ب 20، قلت ب 20، قلت ب 20، معنى ان هي قلت ب 20 يعني ان هي نقصت. عشان كده دي بتتحط طبعا اهو، التغير في الكميه المطلوبه هي اللي بتتحط اهي فوق بكام؟ ب 20%، وحطينا جنبيها الاشاره الماينس او الاشاره السالبه طبعا لانها قلت انخفضت. اما البرايس زاد بمعدل كام؟ 10% زاد، فبالتالي اهو التغير في البرايس بتحط تحت، يبقى 20% ديفايدت على 10% 10% هيطلع لي ماينس 2. طبعا هنا الماينس مره ثانيه مش معناها الماينس مش بتاثر في القيمه بتاعت البرايس الاستيستي اوف ديماند، الماينس فقط اشاره الى ان في علاقه عكسيه بين البرايس وما بين الكوانتيتي ديماند. اما ايه معنى 2؟ يعني ايه مرونة الطلب السعرية باتنين؟ معنى مرونة الطلب السعرية أو الـ price elasticity of demand باتنين، دي معناها إن لو حصل change في الـ price، لو حصل اختلاف في السعر بنسبة 1%، تمام؟ ده هيؤدي إلى change في الـ quantity demanded للسلعة
بكام؟ بمعدل 2%، بمعدل 2% in the opposite direction، أو في يعني بتأثير عكسي أو علاقة عكسية. يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نقول هنا مثلا دي طلعت بكام؟ واضح كده دي طلعت بماينس 2. طب مالناش دعوة بالماينس، خلينا في التو. إيه معنى التو؟ التو دي معنى إيه التعدي؟ يعني إيه البريس للسيست أوف ديماند بتساوي 2 أو بتساوي 2؟ معناها إن لو حصل تغيير في السعر بنسبة 1% هيحصل تغيير في الكمية بنسبة 2%، ولكن بوجود علاقة عكسية. يعني ايه؟ يعني لو السعر حصل له زيادة 1% هنبص نلاقي ان الكمية المطلوبة هيحصل لها تغير بالانخفاض 2%، او لو السعر قل 1% هتزيد الكمية المطلوبة بمعدل 2%، لان العلاقة عكسية. يبقى we can say here what is the meaning of 2. ايه معنى 2؟ ايه معنى ان ال price elasticity of demand بتساوي 2؟ it means that change in price of x by 1% causes a change in quantity demanded of x by 2% in the opposite direction. أو ممكن أقولها بصورة تانية، and if the price increase by 1%, the quantity demanded will decrease by 2%. يبقى لو السعر زاد 1% يبقى الكمية هتقل 2%. يعني دي لو دي كانت مثلا 5، يبقى لو ال price increase 1% يبقى ال quantity demanded decrease 5%. تمام كده؟ طيب ده مثال اولاني ازاي احنا قلنا ان في عندي 3 equations بقدر احسب منهم الايه الكميه المطلوبه. طيب سوري بقدر احسب منهم قصدي البرايس السيستي اوف ديماند. طيب تعالى نروح كده نشوف ازاي احسب البرايس السيستي اوف ديماند. انا عندي البرايس السيستي اوف ديماند ممكن ان انا اقدر احسبها ات بوينت، تمام، وممكن نقدر نحسبها at mid point. الـ price elasticity of demand at point بتتحسب ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب الـ change في الـ quantity demanded، التغير في الكمية المطلوبة، divided مقسومة على الـ change في الـ price times P1 divided Q quantity demanded 1. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بيكون عندي، احنا عارفين ان منحنى الديماند كيرف بيتكون من مجموعه من النقط، يعني ان هو زي ما احنا عارفين ان هو منحنى ينحدر من اعلى الى اسفل، داونورد سلوبنج الميل بتاعه، وبالتالي ففي كذا نقطه، طبعا نقط كتير على منحنى الطرف. فانا مثلا هنشوفه طبعا الكلام ده ازاي، هنحله دلوقتي. ان انا لما باجي اجيب البرايس للسيستي اوف ديماند ات بوينت، لو عايز ان انا اجيب مرد الطلب السعرية عند نقطة معينة على الديماند كيرف، بحاول ان انا اجيب التغير في الكمية المطلوبة ما بين النقطة اللي انا واقف عندها وما بين النقطة او ما بين نقطة اخرى، بجيب التغير في الكمية المطلوبة. يعني بشوف لما كان البرايس عند النقطة دي B1 مثلا ب10 وكانت الكمية مثلا سي ب100، يا ترى لما السعر مثلا قل بقى B2، او لو السعر زاد يا ترى ايه اللي حصل في الكمية الكوانتيتي ديماندد، هل قلت ولا زادت، وزادت ونقصت بمقدار قد ايه. على العموم هو عامة الايكويشنز اللي قدامي سواء نمبر 2 او سواء نمبر 3 هتلاقي ان ما بينهم في عامل مشترك، يعني البرايس للسيستي اوف ديماند اد ميد بوينت. هبص الاقي ان انا عشان اجيب رد الطلب السعري عند الميد بوينت، هبص الاقي ان هي عباره عن برضه change in quantity demanded divided change in price times P1 plus P2 divided quantity demanded 1 plus quantity demanded 2. يعني هنا بلاحظ ان الايكويشن اللي فوق هي شبه الايكويشن اللي تحت في الجزء الاولاني، يعني change quantity demanded divided change in price هي هنا، لكن الفرق ان انا هنا بعمل تايم، بضرب في تايمز كام B1 divided QD1، لكن هنا P1 plus P2 على QD1 plus QD2. على العموم المهم خليك كده واكتب حتى انت عندك الايكويشنز دي، ايه الفرق ما بين ان انا احسب البرايس للسيست اوف ديماند ات بوينت وما بين ان انا احسبها ات ميد بوينت. هتبان افضل طبعا الكلام ده من خلال الاكزامبل اللي جاي. الاكزامبل اللي جاي بيقول لك if the price rise from 10 to 15 the quantity demanded falls from 200 to 50 calculate point elasticity and mid point elasticity. يعني بيقول لك لو البرايس السعر زاد من 10 to 5،
انا عايزك تكتب كده حتى قبل ما تشوف الانسر بتاعتنا، السعر زاد من 10 ل 15، فهتقول هو زاد من كذا لكذا، يبقى يعني معنى كده ان بي 1 السعر كان 10 واصبح B2 بقى كام؟ 15. يبقى هنا ايه اللي حصل في البرايس؟ حصل له انكريز. The quantity demanded، الكميه المطلوبه falls، قلت falls from 200، قلت من 200 وبقت كام؟ 50، بقت 50. يبقى معنى كده ان QD1 هي 200 ولكن QD2 هي 50. يبقى معنى كده ان انا عندي B1 وB2 السعر نتيجه لان هو حصل له انكريز، السعر زاد اهو، فايه اللي حصل في الكوانتيتي ديماند؟ قلت اهي. يبقى B1 10، B2 15، QD1 200، QD2 50. اقدر احسب، بيقول لي احسب الايه السيست ات بوينت وات ميد بوينت. عشان احسبها ات بوينت انا بجيب التشنج في الكوانتيتي ديماند وبجيب التشنج فين؟ في البرايس. ولما بضربها مره في P1 divided QD1 يبقى بجيب at point، ولما بضربها P1 plus P2 divided QD1 plus QD2 يبقى بجيبها عند الميد بوينت. تعال نشوف كده يا ترى لما احنا بدأنا ان نحط الحاجات الجيفن اللي موجوده عندي، ادي P1 كان ب 10، ادي P2 ب 15. لو انا عايز اجيب التشنج في بي، التغير اللي حصل في البرايس هو عبارة عن النيو برايس ماينس الاولد برايس، يعني هو عبارة عن السعر الجديد اللي ناقص السعر القديم، النيو ماينس الاولد، يعني 15 ماينس 10 يديني 5 اهو 5. طيب Q1 قلنا ب 200، Q2 ب 50، يبقى اللي تشينج اللي حصل في الكيو هو عبارة عن 50 ماينس 200 يعني يديني ماينس 150. تمام؟ اوكي. يعني معنى كده ان انا اهو عندي جبت التغير اللي حصل ما بين البرايس والتغير اللي حصل ما بين الكوانتيتي ديماندد، يبقى معنى كده ان انا لو عايز اجيب البرايس الاستيستي ات بوينت هي عباره عن التشنج في الكوانتيتي ديماندد ديفايدد التشنج اللي بيحصل فينها في البرايس، كل ده مضروب في P1 اللي هي 10 ديفايدد على Q1 اللي هي 200 اهي. ايه ده؟ هو زي ما واضح قدامنا ماينس كام اهو 150 اهو، خدت ده قسمتها على الفايف، كل ده رحنا ضربينها P1 ب10 على Q1 ب200 تطلع بماينس 1.5. طيب تعالى هات لي عند الميد بوينت، الميد بوينت هي اللي تشنج في الكيو ديفايدد اللي تشنج في بي مضروبه في P1 بلس P2 على Q1 بلس Q2، يبقى هجيب اللي تشنج في كيو اللي هي عباره عن 150 على اللي تشنج في بي اللي هي ب5 تايمز بكام؟ P1 بلس P2 يبقى 10 بلس 15 على Q1 بلس Q2 اللي هي 200 زائد كام؟ 50 يديني ماينس 3. لو انا قلت لك اكسبلين الانسر بتاعتك او اوضح النتيجه او قول لنا الكونكلوجن يعني اللي انت وصلت له، لما اجي اقول لك ايه المقصود ب 3؟ طبعا ماينس 3 قلنا 100 مره ان الماينس دي هي عباره عن ده بيعكس النيجاتيف ريليشن شيب بين البرايس وما بين الكوانتيتي، بدليل ان البرايس لما زاد الكوانتيتي قلت. اما لما اجي اقول يعني ايه المقصود ب 3، دي المقصود ان لو حصل تشنج في البرايس بمعدل 1% هيحصل تشنج في الكوانتيتي ديماند بمعدل 3% في الاتجاه المعاكس، بمعنى ان لو حصل مثلا انكريس في البرايس 1% هيحصل ديكريس في الكوانتيتي ديماند 3%، او ممكن اقولها بصوره ثانيه لو حصل ديكريس في البرايس 1% هيحصل انكريس في الكوانتيتي ديماند 3%. ممكن نشوف برضو مثال اخر، another example، يعني مثلا study that graph and answer calculate price elasticity of demand at point A، calculate price elasticity of demand between A and B، يعني عايزك تحسب مرتبة الطلب السريع عند النقطة A ومرتبة الطلب السريع ما بين A و B. اولا ادي هو عند النقطة A، هنشوف ادي هنقول ان هو كنت واقف عند A فكان B1 ب10 في ظل ان كانت Q1 ب100، لما رحت من A ل B اللي حصل؟ حصل decrease في البرايس بقى 5 يبقى ده B2، وحصل increase في الـ quantity demanded بقت 300. يعني معنى كده أنا عندي أهو أدي B1 وأدي B2 وأدي عندي Q1 وأدي Q2.
طيب يبقى انا هنا معنى كده ان انا عندي اهو P1 وP2، يبقى اقدر اجيب اللي تشينج. اللي تشينج هو عباره عن ايه؟ عباره عن النيو ماينس الاولد. يبقى انا هنا خد بالك، بص هنا السعر لما قل، السعر لما قل ايه اللي حصل؟ لما السعر حصل له ديكريز، السعر حصل له ديكريز، ايه اللي حصل في الكوانتيتي ديماند؟ حصل لها انكريز، زادت اهي. السعر لما قل الكميه المطلوبه حصل لها ايه؟ زادت. يبقى السعر كان P1 10، B2 بكام؟ ب5. يبقى هنقوله هنا البرايس اللي تشينج في البرايس هي 5 ماينس 10، تطلع بماينس 5. اما هنا Q1 كانت كام؟ 100، انكريز لكام؟ ل 300. يبقى معنى كده لو عايز اجيب اللي تشينج في الكيو ديماندد هي عباره عن 300 ماينس 100، يبقى هتديني كام؟ 200. وهقدر طبعا ان انا احسب بسهوله جدا البرايس للسيستم اوف ديماند ات بوينت والبرايس للسيستم اوف ديماند بتوين او ميد بوينت. يعني زي اهو ادي البرايس للسيستم اوف ديماند ات بوينت A، اللي تشينج في الكيو ديماند ديفايدد تشينج بي تايمز P1 ديفايدد كيو D1. زي ما قلنا اللي تشينج في الكيو ديماند 200 divided minus 5 times 10 اللي هي P1 مقسومة على Q1 اللي هي 100 يطلع minus 4. هي مع الاختلاف تحت في الجزء الثاني، ادي برضو 200 زي اللي فوق divided على سالب 5 اللي هي change في البرايس times في 10 P1 plus P2 اللي هي 5 على Q1 plus Q2 يطلع ب minus 1.5. يبقى احنا دلوقتي شفنا واتعرفنا على الثري ايكويشنز او الثلاث معادلات اللي نقدر نحسب منهم او من خلالهم نقدر نحسب البرايس الاستيستي اوف ديماند. وحتى هنا الملاحظات اللي قدامنا ان احنا بنقول الساين اوف اي ماست اولويز بي نيجاتيف دي تو ذا نيجاتيف ريليشن شيب بتوين ذا كوانتيتي ديماند اند ذا برايس. In explaining the value of price in the system of demand, we ignore its negative sign. يعني احنا مالناش علاقة بالإشارة. Meaning of demand price elasticity. What does it mean that demand price elasticity equal minus 6? It means that when price rises by 1%, the quantity demand falls by 6%, other thing being equal. What does it mean that demand price elasticity equals zero? It means that when price rises by 1%, the quantity demand falls by 0%, never change, other thing being equal. هنا في السلايد قدامي بنشرح زي ما قلنا قبل كده ايه معنى مرونة الطلب السعرية، بتساوي سالب 6 او بتساوي 0 او بتساوي 1 او بتساوي 2 او بتساوي 4، ويمكن قلناها اكتر من مرة. طيب يا ترى انت هنا وضحت وقلت ان البرايس الاستيستي اوف ديماند دي بتقول لي لو حصل تغير في نسبه تغير في البرايس هيقابلها نسبه تغير في الكميه المطلوبه، والتغير في البرايس لو حصل انكريز يبقى التغير في الكميه الكوانتيتي ديماند هيحصل ديكريز، ولو البرايس حصل له ديكريز يبقى الكوانتيتي ديماند سي هيحصل لها انكريز، يعني العلاقه ما بينهم عكسيه. طيب يا ترى هنا السؤال، هو مش ممكن ان البرايس يزيد 10% وفي نفس الوقت الكمية تقل 10%؟ ممكن. طب هو مش ممكن الكمية تقل 20% المطلوبة؟ ممكن، يعني تقل اكتر من الارتفاع في السعر، وممكن تقل اقل، تقل 5% بس، وممكن ما تقلش، يعني ممكن ما تتأثرش. يعني معنى كده ان احنا عايزين نقول ان البرايس السيستم اوف ديماند دي، ان مرونه الطلب السعريه عامه هي بتقيس التغير اللي بيحصل في الكميه المطلوبه بالنسبه للتغير اللي بيحصل في البرايس بالنسبه للسعر، لكن هو الموضوع مش موضوع ثابت، مش كلام ثابت، مش هي العلاقه علاقه عكسيه، لكن ممكن الانخفاض في الكوانتيتي ديماند يكون ايكوال الزياده في البرايس، وممكن يكون مور ذان الزياده من في البرايس، يعني ممكن الكميه تقل اكتر وممكن الكميه تقل لكن بمقدار اقل من الانكريز اللي بيحصل في البرايس، وممكن نلاقي ان الكميه المطلوبه ما بتنخفضش اصلا او ما بتفضل كونستانت، بتفضل عندي ثابته حتى لو البرايس زاد او البرايس قل. ولعلمك ممكن تلاقي ساعات ان الكوانتيتي نفسها غير متاثره يعني بالسعر، يعني ممكن يكون السعر ثابت ورغم من كده الكمية انت بتشتريها او بتزودها او بتقللها. عشان كده
الموضوع اللي انا بتكلم عليه، التغير، العلاقه ما بين التشنج اللي بيحصل في البرايس واللي بيقابله في نفس الوقت التشنج اللي بيحصل في الكوانتيتي ديماندد، هنلاقي ان هو بيتغير وفقا ل يعني التغير ما بيكونش تغير ثابت. وبالتالي ده بيوضح لي ان في اكتر من شيء من شيبس اوف ديماند كيرف، يعني بيبقى في اكتر من شكل لمنحنى الطلب. عشان كده هنقوله ان البرايس اليستيسيتي اوف ديماند اند شيبس اوف ديماند كيرف، there are five shapes of demand curve which are، يعني في عندي نتيجه للعلاقه اللي هي بتبقى مختلفه دي، بتكون ساعات التغير في الكوانتي ديماند اكبر، ساعات بيكون اقل، ساعات بيكون بيساوي، ساعات ما بيكونش في تغيير، بيخلي ان انا عندي خمس اشكال مختلفه للديماند كيرف. اول حاجه البرفكتلي ان إلاستيك ديماند كيرف اللي هو منحنى طلب عديم المرونة، يبقى بيرفكتلي ان إلاستيك ديماند كيرف منحنى طلب عديم المرونة. منحنى الطلب عديم المرونة بياخد الشكل الفيرتيكال اللي قدامي ده، الفيرتيكال اللي هو الشكل الرأسي اللي قدامي ده، بيكون واضح ان منحنى الطلب هنا بيوازي لي الفيرتيكال ده، بيوازي لي المحور الرأسي اللي موجود عندي. فمثلا بنلاحظ ان لو كان سعر السلعة هو P1 والكمية المطلوبة هي QD مثلا او QD1، هلاحظ ان على الرغم من ان في increase في البرايس من P1 ل P2 الى ان تفضل الكمية مالها ثابتة. وده بيحصل فين؟ طبعا ده بيحصل في السلع اللي هي very necessary بالنسبة لي، يعني very necessary goods، السلع اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي، زي مثلا medicine وخصوصا الانسولين، يعني مثلا زي الانسولين دي حاجة مهمة جدا ضرورية جدا بالنسبة للشخص اللي عنده إصابة مرضية معينة. فبالتالي حتى لو حصل زيادة في سعر السلعة تمام، فبتفضل الكمية الكوانتيتي ديماند مالها ثابتة، بتفضل كونستانت بالنسبة له ثابتة، يبقى هنا مفيش تأثير. وبالتالي هنا طبيعة السلعة اللي أنا بتكلم عليها، لأن هي necessary goods، إن هي سلعة ضرورية very necessary goods، سلعة ضرورية جدا، ودي زي الأنسولين للإنسان. فنتيجة لكده هو حتى لو سعرها زاد ما بيقدرش يغير الكمية، لأن هي لازمة لحياته وإن هو يستمر في الحياة. فبالتالي بيكون الـ demand curve بيتقال عليه perfectly in elastic demand curve، منحنى طلب عديم المرونة. طب يا ترى منحنى الطلب ده الـ price elasticity of demand بتاعته بكام؟ هنا الحاجات دي مهمة جدا لازم نذاكرها كويس. هنا بتساوي equal 0، بتساوي صفر، إلى جانب إن الـ price elasticity of demand is constant. يعني إيه constant؟ ثابتة، يعني عند أي نقطة على الـ demand curve، هنا أي نقطة على الـ demand curve الـ price elasticity of demand equal 0، مالها بتكون بتساوي صفر. تمام كده، عشان كده لاحظ وبتكون مالها constant ما بتتغيرش. خد بالك هنا الـ quantity demand of the good will not respond to any change in price. طيب النوع الثاني او الشكل الثاني من الـ demand curve، الشكل الثاني perfectly برضو، بس مش in elastic بالنسبة لي، لان انا عندي حاجة اسمها واحنا خدناها نمبر 1 perfectly in elastic، لكن هنا هيبقى perfectly elastic demand curve. يعني ده منحنى طلب لا نهائي بقى المرونة. يبقى نمبر 1 كان منحنى طلب ايه؟ ان الاستيك، منحنى طلب عديم المرونة تمام، لكن هنا بيرفكتلي ان الاستيك ديماند كيرف او منحنى طلب لا نهائي المرونة. منحنى الطلب ده بقى لا نهائي المرونة بيكون هوريزونتال بالشكل اللي قدامي ده، ما بيكونش فيرتيكال، ده بيبقى موازي للهوريزونتال ده للمحور الافقي. بنلاحظ على الرغم من ان البرايس كونستانت ثابت، الا ان الكميه ممكن ان هي مالها تتغير وان هي تتحرك يعني، ولكن برضو يعني it means that quantity demand change، ان الكميه المطلوبه ممكن ان هي تتغير
even if price is constant، على الرغم من ان السعر ماله ثابت، على الرغم من ان price constant لان quantity demand ممكن هي تتغير. خلي بالك برضو هنا price elasticity of demand هي ليها قيمه واحده ثابته وهو infinity. price elasticity of demand بتساوي infinity ما لا نهايه. ناخد بالنا ان price elasticity of demand is constant برضو هنا ثابته ثابته عند اي نقطه على الديماند كيرف، هنلاقي ان البرايس الاستيستي القيمه بتاعتها انفينيتي ثابته. طيب يبقى معنى كده نمبر 1 البيرفكتلي ان الاستيك ديماند كيرف، البيرفكتلي ان الاستيك ديماند بيرفكتلي ان الاستيك ديماند كيرف، هنلاقي ان هنا في تشنج في البرايس لكن ما بيقابلهاش اي تشنج في الكوانتيتي ديماند. هنا البيرفكتلي الاستيك ديماند كيرف ده بيكون على الرغم من ان البرايس ما بيتغير كونستانت الى ان الكوانتيتي ديماند بيحصل لها تشنج. طيب ايه الشكل الثالث؟ الشكل الثالث اللي هو اليونت الاستيك، اللي هو اليونت ري ديماند كيرف، او بنقول عليه اليونت الاستيك ديماند كيرف، اللي هو بيكون منحنى الطلب، بنقول عليه منحنى اللي هو الوحده، اللي هو بنلاحظ ان هنا البرايس مثلا بياخد طبعا بيبقى بالشكل اللي قدامي ده، بلاقي ان البرايس وليكن بي 1 وبلاقي ان الكوانتيتي ديماند مثلا كيو دي 1. اوكي هلاحظ ان في تشينج هيحصل هنا في البرايس، هيزيد بيبقى من بي 1 لبي 2. هلاحظ ان طبعا ان الكوانتيتي ديماند ايه اللي هيحصل فيها؟ هتقل ديكريز. يبقى انا بلاحظ ان في انكريز في البرايس بيقابلها decrease في الكوانتيتي ديماند، السعر زاد والكميه قلت ولكن البرسنتج او النسبه التشنج اللي حصلت في الكوانتيتي ديماند هي ايكوال بتساوي نسبه التشنج اللي حصلت في البرايس. يعني النسبه اللي زاد بيها البرايس هي بتساوي النسبه اللي قلت بيها الكوانتيتي ديماند. لما بتكون البرايس زاد بنسبه قد بالظبط النسبه اللي قلت بيها، او الكميه قلت بنفس النسبه اللي زاد بيها منها البرايس، بيتقال عليه يونت الاستيك، يعني منحنى اللي هو منحنى الوحده اللي هو بيبقى التغير في البرايس، نسبة التغير في البرايس بتساوي نسبة التغير فينها في الكمية المطلوبة. يبقى خد بالك إن ده الشكل رقم 3، ده أول شكل نلاحظ فيه إن البرايس لما يزيد الكوانتيتي ديماند اللي بيحصل فيها بتقل، بس بيقل إيه؟ ايكوال. برضه هنا البرايس للسيستم ديماند بتكون كونستانت عند أي بوينت وبتكون بتساوي 1، بتكون بتساوي 1. يبقى هنا برايس للسيستم ديماند ايكوال 1، برايس للسيستم ديماند از كونستانت على أي نقطة على الديماند كيرف، أني برسنت تشينج ان برايس ويل كوز ان ايكوال برسنت تشينج ان ذا كوانتيتي ديماند ان أني بوينت أون ذا كيرف، برسنت تشينج كوانتيتي ديماند ايكوال برسنت تشينج ان برايس. طب نمبر 4 وهو الالاستيك ديماند كيرف، المنحنى الالاستيك ديماند كيرف اللي هو منحنى منحنى طلب مرن او الطلب المرن، اللي هو الالاستيك ديماند كيرف منحنى مرن. المنحنى المرن ده اللي هو الطلب المرن بياخد الشكل اللي قدامي ده، بيكون فلات. تمام هلاحظ ان هنا ان كان بي 1 وكانت كيو ديماند كيو دي 1، هلاحظ ان في انكريس في البرايس لغايه بي 2، وهلاحظ في ديكريس في الكوانتيتي ديماند لغايه كيو دي 2، ولكن هلاحظ ان النسبه اللي زاد بيها البرايس اقل من الانخفاض اللي حصل في الكوانتيتي ديماند، او الكوانتيتي ديماند قلت بنسبه اكبر او بدرجه اكبر من الزياده اللي حصلت فينها في البرايس. يعني ده نتيجة لأن السعر زاد بدرجة 10%، الكمية المطلوبة قلت بدرجة أكبر وكمية أكبر وبنسبة أكبر 20%. ده بيحصل مثلا للسلع اللي هي unnecessary goods، يعني بيحصل للسلع اللي هي الغير ضرورية. تبص تلاقي ان السلع الغير ضرورية، فبلاقي ان زي السوفت درينك مثلا كمثال، فابص الاقي ان لو سعرها زاد مثلا 10%، هبص الاقي طبعا هي سلع غير ضرورية بالنسبة لي. طب خلاص سعرها زاد، هبدأ ان انا اعمل ايه في الكوانتيتي ديماند دي؟ هبدأ ان انا اعمل لها ديكريز او ان انا اقللها، نتيجة لان هي سلعة unnecessary. ممكن برضو ده يحصل بالنسبة للluxury goods اللي هي السلع الرفاهية، luxury goods السلع الرفاهية. يعني مثلا طبعا هي بتختلف من مجتمع لمجتمع وداخل المجتمع من وقت لوقت،
ولكن هنعتبر اللكشري جودز مثلا زي الكارز، مثلا زي العربيات، فلو حصل انكريس في البرايس بتاع الكارز بنسبه مثلا 10% ممكن يحصل ديكريس في الكوانتيتي ديماند مثلا 30%. يعني لو السعر زاد 10% بتاع العربيات ممكن تقل الكميه المطلوبه بنسبه كبيره جدا ولتكن مثلا 30%. وبالتالي احنا نقدر نقول هنا ان الـ Elastic Demand Curve منحنى الطلب اللي هو المرن بيكون اللي تشينج في الكوانتيتي ديماندد او percentage تشينج في الكوانتيتي ديماندد مور ذان اللي تشينج اللي بيحصل فين في البرايس. السعر يزيد حاجه بسيطه لكن الكميه المطلوبه بتقل بنسبه اكبر منها. وخلي بالك برضو ممكن ده يحصل في برضو السلع اللي هي ليها سبستيتيوشن، اللي هي ليها بدايل. يعني لو السلع عندي ليها بديل والسلعة دي سعرها زاد، تمام، يعني السلع اللي انا بتكلم عليها، السلعة اللي انا بتكلم عليها سعرها ايميله زاد، ولكن السلع دي ليها بديل برضو زي السوفت درينك او زي بيبسي مثلا. يعني لو البيبسي مثلا سعرها زاد، تمام، وفي طبعا ليها اكتر من بديل، ما اكتر من منتج بيديني نفس الطعم او نفس الاستفاده، فبالتالي هنا في اكتر من بديل، خلاص يبقى انا ممكن استغنى عن البيبسي واروح لحاجه تانية. يبقى معنى كده ان الكوانتيتي ديماند من البيبسي نفسها ايه اللي هيحصل فيها؟ هتقل. يبقى لما اجي ابص كده يا ترى، طيب البرايس للسيستي اوف ديماند هنا القيمه بتاعتها بتساوي كام؟ احنا شفنا لما كان البيرفكت ان الاستيك كانت بزيرو، البيرفكت الاستيك كانت بانفينيتي، اللي هي اليونت الاستيك كان ب1، يعني كانت ثابته وكانت كونستانت ات اني بوينت اون ديماند كيرف. لكن انا هنا هلاقي ان البرايس للسيستي اوف ديماند هلاقي ان هي مور ذان 1، القيمه بتاعتها اكبر من واحد، ولكن the price of the system of demand isn't constant، يعني ما هياش ثابته. يعني عند البوينت دي مثلا اللي انا بشاور عليها كده، مثلا عند البوينت دي more than one، ممكن تكون 1.5، هنا 2، هنا ممكن تكون قيمتها 3، هنا ممكن تكون قيمتها 4. هي القيمه more than one، اكبر من واحد، ولكنها ما هياش constant، ما هياش ثابته. هي اكبر من واحد لكن ما هيش ثابته. عشان كده الاستيك ديماند كيرف برايس للسيستي اوف ديماند مور ذان 1، برايس الاستيستي اوف ديماند ازنت كونستانت، اني بيرسنت تشينج ان برايس ويل كوز ا جريتر بيرسنت تشينج ان ذا كوانتيتي ديماند ات اني بوينت اون ذا كيرف، وطبعا بيكون فلات. وده اكزامبل ان نيسيسري جودز ساتش از سوفت درينك. النمبر 5، شكل رقم 5، هو الان الاستيك ديماند كيرف. الان الاستيك ديماند كيرف اللي هو منحنى الطلب الغير مرن. منحنى الطلب الغير مرن بيكون ستيب، يعني بياخد الشكل اللي قدامي ده كده بيكون ستيب. احنا خدنا الالاستيك بيكون فلات، لكن الان الالاستيك بيكون ستيب، يعني بيكون شديد الانحدار. شديد الانحدار تبص تلاقي ان هنا البرايس بي 1 الكوانتي ديماند كيو دي 1، هبص الاقي ان لو حصل انكريس في البرايس من بي 1 لبي 2 بالنسبه الكبيره دي وليكن 20% او 10%، هلاقي ان الكوانتي ديماند نتيجه للنيجاتيف ريليشن شيب بتوين البرايس والكوانتي ديماند حصل لها ديكريز لكيو دي 2. ولكن هنا الديكريز اللي حصل في الكوانتيتي ديماند هو ليس ذان الانكريز اللي حصل في البرايس. يعني هنا الكميه المطلوبه قلت، ولكن قلت بنسبه اقل من الزياده اللي حصلت في السعر. هنا السعر زاد 10% مثلا، ولكن الكوانتيتي ديماند قلت ولكن 5%. ده بقى مش هيبقى في اللكشري جودز، مش هيبقى في الانستيسري جودز بالنسبه لي، لا دي هتبقى في النسيسري جودز زي ساتش از، زي مثلا فود، مثلا زي الاكل. هبص الاقي ان الاكل حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه بالنسبه لي، تمام كده. ايه اللي هيحصل فيها؟ السعر ماله هيزيد، هيحصل انكريس في البرايس 10%. هبدا ان انا اعمل ديكريس في الكميه المستهلكه، ولكن مش بنفس المقدار، لا انا هقلل الكميه لكن 5% بس. يبقى هنا ممكن يكون السعر زاد بمقدار مثلا 10%، ولكن الكميه
الكوانتيتي ديماند حصل لها ديكريز ولكن ب 5%، لان السلعه هي نسيسري جودز، السلعه مهمه بالنسبه لي. طب يا ترى هنا البرايس السيستم والديماند، القيمه بتاعتها، ازنت كونستانت، ما بتكونش ثابته، ولكنها القيمه بتبقى less than 1، اقل من 1. يعني ممكن تبقى هنا مثلا 0.5، ممكن هنا 0.6، ممكن هنا تبقى 0.7، 0.8 وهكذا. لا، هي مش ثابته عند النقطه، بتختلف من بوينت لبوينت، ولكنها في نفس الوقت هي less than 1. وبيبقى الان الاستيك ديماند كيرف البرايس للسيست اوف ديماند هي less than 1، البرايس للسيست اوف ديماند از كونستانت، any percentage change in price will cause smaller percentage change in quantity demanded at any point on the curve، وبيكون steep for example necessary goods such as food. وبكده نقدر ان احنا نقول ان انا عندي خمس اشكال مختلفه للديماند كيرف، بتختلف باختلاف البرايس السيستي اوف ديماند. ولكن عامه يعني بصوره عامه، لو انا شفت قدامي الجراف اللي قدامي ده، الجراف اللي قدامي ده، لو انا هقول مثلا ده ستريت لاين ديماند كيرف، ده منحنى طلب، خط مستقيم بالصورة اللي قدامي دي. فهنا بنوضح ان طبعا احنا عارفين ان الديماند كيرف عامة هو داون وورد سلوبينج، بيكون هو منحنى الميل بتاعه بيميل الى اسفل، عشان بيعكس زي ما قلنا العلاقه العكسيه ما بين الكوانتيتي ديماند وما بين البرايس. ولكن تعالى كده، هل الستريت لاين ديماند كيرف ده منحنى الطلب؟ عايزين نشوفه اللي هو الخط المستقيم. هل البرايس السيستي اوف ديماند القيمه بتاعتها بتختلف عليه ازاي، او بيبقى لها عند كل بوينت او عند كل نقطه بتبقى قيمتها بتساوي ازاي؟ هنلاقي ان البرايس للسيستم اوف ديماند ويل فيري فروم 0 تو انفينيتي، يعني قيمتها بتبدا من 0 لغايه لما نوصل الى ما لا نهايه. هنلاقي ان برضو in case of a downward sloping straight line demand curve as we move leftward، لو احنا اتحركنا جهة اليسار، او لو البرايس السعر حصل له increase، يعني انا لو رحت كده ناحية من فوق، جيت من هنا وبدأت ان انا امشي لاعلى كده، طبعا لو جيت من هنا مشيت لاعلى، دي معناها ان البرايس بيحصل له اياها بيزيد. ايه اللي بيحصل؟ هلاحظ ان البرايس للسيستم اوف ديماند هيحصل لها انكريز، هلاحظ ان مرونه الطلب السعريه هلاقيها ان هي مالها ان هي بتزيد. عشان كده احنا هنلاقي ان على الديماند كيرف اللي قدامنا ده، we find that there are five types of elasticity، هلاقي ان انا عندي خمس قيم لمرونه الطلب. هلاحظ هنا عند البوينت ده في البدايه، هنا عند البوينت دي، ان البرايس للسيستم اوف ديماند ايكوال زيرو، ولما بيحصل بروح شمال او مع زياده السعر بتبدا القيمه بتاعه البرايس للسيستم اوف ديماند تزيد، تبقى اكبر من واحد، تبقى اكبر من زيرو لكنها less than 1، يبقى هي اكبر من زيرو لكن مثلا 0.5 0.6 وهكذا، لكن less than 1 لغايه لما بوصل مع زياده البرايس، يبقى بيوصل البرايس للسيستم اوف ديماند تبقى ب 1. مع زياده البرايس وبتجي الشمال، هلاحظ ان البرايس للسيستم اوف ديماند بدات ان هي تبقى مور ذان 1، اكبر من او اكثر من واحد، لغايه لما بوصل فوق بتوصل البرايس للسيستم اوف ديماند لانفينيتي او ما لا نهايه. يبقى بلاحظ ان انا كل ما بروح ناحيه الليفت كده، او كل ما البرايس بيزيد، يبقى بيحصل ايه في قيمه البرايس للسيستم اوف ديماند؟ ان هي بتزيد. وبكده بيخلص بارت 1 للمحاضرة 7 النهاردة يعني، تمام. وهنشتغل في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بارت 2.